نعم. عندنا مسألة قانونية، مسألة نعم. دستورية. خلينا نشوف المسألة القانونية اللي يعتمد عليها سيد باسم. يعني المسألة القانونية. الآن عندنا رئيس السن ناس يقولون مثل وناس نعم. يقولون نعم. فعلًا انضرب. نعم. وتم استبعاده قسرًا. نعم. نعم. انقسام داخل مجلس رأيين. نعم. نعم. منو يحسم هذا القرار باتجاه إذا كان مثل؟ منو يحسم؟ المجلس يحسم. نعم. شلون نعم. يحسم هالمجلس؟ شون. يطلع رئيس السن يقول لهم عيني انا رئيس السن وانتم تاخذون حكايتي، انا راح اصعد فوق واقول لكم انا رئيس السن وابعده وامشي الجلسه. ايش يصير؟ ما يصير. قرارات المجلس بعد تاديه اليمين الدستوريه تصدر قرارات المجلس. قيد بكلمة قرارات المجلس، خاطر مو تقول أنا ما قلت على المجلس. قرارات لا قرارات المجلس. قرارات المجلس قرارات مو قرارات الرؤساء الأساسي. ما قايل أنا قرار بالعكس. أنا جاي أقول لك أنا اللي قلته وهذا بالتغريد بالتغريد. صدر هيش قرار من المجلس. نقول لك صدر هيش قرار المجلس. سيد طارق خليني بس نفهم حتى ترجع ترد قانونيا. ما يعني شنو اللي تصلوا سيد باسم؟ المجلس بعد أن يؤدي الأعضاء اليمين نعم. الدستورية يصبح دائرة مغلقة وتخضع للقوانين والنظام الداخلي نعم. كل قراراته وللدستور. فبعد ما صار كل الأعضاء عندهم صلاحية واكتمل صلاحية المجلس، يعني بداية الجلسة لما يجيبون رئيس السن، لما المشهداني من اللي يجيبه؟ يجي الأمين العام يقول له يا سيد محمود أصعد صير أنت رئيس. نعم. اللي بعده ما نقدر نرجع بعد ما أدينا اليمين ودخلنا بالجلسة وصلنا جلسة، بعد ما نقدر نرجع للإجراءات الأولى ويجي الأمين العام يقول له تعال لا ذاك عفناه، تعال انت اصعد بمكانه. ماكو شيء. هاي ما تصير مدرسه بالروضه. ما تصير. يعني هاي القانون تحكي له تحكي شغلات اجتهاد دستور. يا عيني لا دستور لا نتكلم دستور ويا ناس بالدستور هذا تحكي لنا نص الدستور نص الدستور عزيزي يا ناس نقول لي يا حكم الماده 14 من 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 النظام الداخلي. خلينا نجي ليها شو تقول الماده 14 من تتكلم من النظام الداخلي بس ما شو تقول مو تتكلم عن رئيس عن ايش تتكلم هسه نحن هذه الجدليه سيد باسم سيد طارق خلينا ننهي هاي الجدلية والله مو نقاش هذا والله العظيم لا حقيقة مو نقاش لا سيد طارق الله يخليك بس خلي ننهي هاي الجدلية هل يوم سيد هو خليني أسأل خليني أنتم تتناقشون قانونيا ولكن ما طلعنا والمواطن يعني والمشاهد ما طلع بنتيجة يعني صراحة خليني أحكي بكل صراحة لكن أريد أني أسأل سؤال هل